عشان تسمع كلام شرعي كبير عن رمضان انا اقل من ان انا اقوله، فممكن تقفل الفيديو ومش هزعل، لان المرة دي قصة الفيديو مختلفة. كل الموضوع ببساطة ان انا اخدت شوية قرارات في حياتي في رمضان وحبيت اقولها معاكم بصوت عالي وبدعي ربنا انه يعن عليكم. كلنا عارفين المشاكل اللي احنا بنواجهها كل يوم في حياتنا في الايام العادية في موضوع الوقت، سواء في وقت بنقضيه في حاجة زيادة عن اللزوم زي الشغل او حتى بيضيع من غير ما نستفاد بيه. وايا كان الوضع انا بس حبيت نفتكر ان احنا ربنا انعم علينا كلنا ببلوغ شهر رمضان زي سنين كتير فاتت من عمرنا، وبقول سنين كتير لاننا احيانا بننسى وبنحس ان احنا طبيعي ان احنا نبقى موجودين في رمضان، لكن الحقيقة اللي محتاجين نقف بجد بقلوبنا معاها هو اني ممكن جدا كنت ابقى مش موجود في رمضان زي كتير من احبابنا واصدقائنا. وعشان كده ببساطة بدأت افكر لو ده بجد اخر رمضان ليا هبقى محتاج اعمل ايه. اعتقد كل واحد فينا كمان عنده القرارات وعارف كويس هو هيعمل ايه، وموضوع الوقت هياخدنا لحاجة من اكتر الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تأثر على حياتنا مش بس في رمضان لكن كمان في الايام العادية، وهي وقتنا على المسلسلات والسوشيال ميديا. مع اني كان نفسي اقول حلم من احلامي هو ان احنا فعلا بجد نقفل السوشيال ميديا وما نتفرجش على مسلسلات وافلام ونرجع لوقتنا الطبيعي مع اهلنا وحياتنا الاجتماعية ونبقى بنقضي وقت حتى في الايام العادية مع الناس اللي بنحبهم واهلنا، الا اني عارف انه الكلام ده ممكن يبقى صعب التطبيق بالنسبة لناس كتير. وعشان كده اقل حاجة ممكن نعملها هو ان احنا فعلا ما يبقاش عندنا وقت للحاجات دي في رمضان. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى كرمنا في وقت من حياتنا ابواب الجنة كلها مفتوحة وابواب النار مقفولة، بيغفر ويعفو عن الناس ويعتق رقاب ناس من النار، واحنا قاعدين بنتفرج على مسلسلات او بنقضي وقت في الخيام الرمضانية او بنتفرج على السوشيال ميديا. تعالوا نحاول مع بعض على الاقل لو مش هنعمل حاجة فيها عبادة ربنا سبحانه وتعالى في رمضان ما يبقاش وقتنا رايح في الذنوب والمعاصي. تالت حاجة مهمة جدا نتكلم عليها في رمضان هي الصدقة. حديث قرأته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان، والجود هنا هو الكرم واللي بيتمثل في اعمال كتير منها الصدقة وغيره من اعمال العطاء والبذل. وفي اخر الحديث كان في تشبيه للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان اجود بالخيل من الريح المرسلة. لو بنتصدق بشكل في الايام العادية تعالوا نحاول بجد نتصدق بشكل مختلف في رمضان. تعالوا نعمل اقصى ما في وسعنا ونتصدق بكل حاجة بنحبها. اوعى تتصدق بس بالحاجات اللي انت مش محتاجها، تعالوا نتصدق في رمضان بشكل مختلف غير اللي عملناه في حياتنا كلها قبل كده. رابع حاجة الدعاء. تعالوا نشوف الأوقات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي فيها وقال لنا ندعي فيها ونحاول نركز على الحاجات اللي نفسنا فيها. كان في حاجات في حياتي كتير قوي كان نفسي اتحقق كان شكلها مستحيل اتحققت بالدعاء، فتعالوا نزلنا على الحاجات اللي احنا نفسنا فيها ونحقق احلامنا في رمضان. خامس حاجه محتاجين نركز معاها هي القران. انا عارف انه كتير مننا بيقرا قران كتير قوي بالذات في رمضان وبيختم القران اكتر من مره، لكن دايما اكتر حاجه بتشغل بالي هو بعد رمضان حالي مع القران هيبقى عامل ازاي. عشان كده من القرارات اللي خدتها ان انا اعمل خطه لتقسيم الورد بتاعي على اليوم، فمثلا هتقرا صفحتين بعد كل فرض او هتقيم الليل بصفحتين او ايا كان التقسيمه بتاعتك، بس مهم ناخد الخطة دي بعد رمضان. وده ياخدنا لاخر حاجة نفسي اتكلم عليها وهي عادة تغيير حقيقية نطلع بيها من رمضان. تعالوا نحاول نطلع من رمضان بعادة تغير الباقي من حياتنا. العادة دي ممكن تبقى طاعة تعملها في رمضان وتكمل معاك بقية حياتك، او حتى ذنب كنت بتعمله زي النميمة او الكذب او غيره وقررت ان انت تبطله في رمضان، فيبقى رمضان تغيير حقيقي بجد لحياتنا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.